قالت المدرب كولي غوين تثير الكثير من اللغط في الشارع الرياضي محليا. وافتتاح بطولة العالم النسائية لقوارب الليزر راديال 2015 بالمدينة الرياضية بولاية المصنعة. وتبدأ يوم غد الوفود المشاركة في بطولة مجلس التعاون الرابعة بالتوافد لأرض السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم. بالأمس جاء الخبر اليقين بإقالة المدرب بول غوين، وهو الخبر الذي أسال الكثير من الأخبار وحرك المياه الساكنة في الساحة الرياضية محليا، وذلك بعد السقوط الكبير أمام تركمانستان في عشق أباد، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة. رحل لوغوين بعد مخاض طويل وقرار جاء على طريقة مجبر أخاك لا بطل، بعد اجتماع ماراثوني لمجلس إدارة اتحاد الكرة وتحر أشبه ما يكون بأمسية تكون هلال الأشهر القمرية. كثرت الإشاعات والتخمينات، خصوصا وأن جدران اتحاد الكرة ظلت صامتة والتسريبات تأتي من هنا وهناك بين أقيل الفرنسية، ولم يقال إلا أن الخبر اليقين جاء أخيرا وتأكد تقديم لوغوين كبش فداء لما دار وحصل في مهزلة عشق أباد والسقوط المدوي للكتيبة الحمراء دون أي ردة فعل تذكر، وبحالة من الاستسلام لم يكن لها مثيل. بول لوغوين الذي سيتذكر التركمان كثيرا ولن ينسى بانوراما عشق أباد، حاله حال العشاق والمتيمين بالأحمر، إلا أنه أكثر من سيحتفظ بالمواجهة في مخيلته، لأنه دون غيره كان الأضحية والضحية التي قدمها اتحاد الكرة في محاولة إخماد حالة الغضب الجماهيري والمطالبات برحيل البيت الكروي بأسره بداية من رأس الهرم وحتى أخمص قدم القاعدة. لوغوين الذي طالما حجم الفرقة الحمراء ولم يعطي المنتخب العماني ما يستحق من احترام، حتى أنه لا يجازف ولا يغامر في وقت لا بأس فيه ببعض المغامرة والمقامرة، سيما حين لا يملك ما يخسره كما حدث أمام التركمان. ولأن العشرة استمرت 3 سنوات و9 أشهر، فإن اتحاد الكرة فضل أن يقول إعفاء وليس إقالة، وكأن لوغوين كان ممثلا دبلوماسيا للاتحاد في ضاحية المنتخب الأول دون أي تفاصيل تذكر، ما إذا كان الإعفاء أو أيا كان اسمه بالتراضي، أم أن الرجل حمل معه قيمة شرطه الجزائي بعد كل الأموال الطائلة التي ذهبت مع الريح وحملت معها آهات الصامدين والمرابطين خلف الأحمر. القصة لم تنتهي بعد، فبعض الغموض لا زال قائما، ولنا مع تفاصيل القصة بقية. ونال هاشتاغ استقيلوا من أجل كرة عمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الكثير من التفاعل من الجماهير العمانية التي خرجت تطالب باستقالة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، حيث طالب الكثير من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بالتنحي والاستقالة، وذلك بعد النكسة التي تعرض لها المنتخب في عشق أباد أمام المنتخب التركماني التي انتهت بهدفين لهدف واحد لمصلحة أصحاب الأرض، والتي أضعفت من حظوظ المنتخب في المنافسة على مواصلة مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.
وفي أجواء دوري عمان تل المحترفين، رفضت إدارة صحار أن يلعب فريقها مباراته أمام فنجة في دور المحترفين لكرة القدم في 23 من الشهر الجاري على ملعب السيب. وأكدت الإدارة حقها في تحديد الملعب كونها المستضيفة للمباراة، وحددت ملعب النهضة لإقامة المباراة عليه. وقد أصدر النادي بيانا رسميا أكد فيه رفضه إقامة المباراة على استاد السيب، وأكد مجلس إدارة نادي صحار أنه لا يزال على موقفه الرافض لإقامة المباراة على ملعب استاد السيب. وذكرت الإدارة أنها ستقوم بإيصال مطالبها إلى المعنيين للوقوف على المطالب وحقها في إقامة المباراة على الملعب الذي يتناسب مع الفريق المستضيف. الثاني 2-1 بعد مرور بعد تلاعب من جانب اللاعب. وأقيمت يوم أمس 3 مباريات لحساب المجموعة الأولى بدور الدرجة الأولى. الجولة شهدت تواصل تألق نادي نزوة الذي قصى على الرستاق وتفوق عليه بخماسية نظيفة. فعلى ملعب نادي الرستاق تكبد الفريق العنابي هزيمة ثقيلة من ضيفه نزوة بـ5 أهداف دون رد. رفعت رصيد نزوة في الصدارة بـ16 نقطة، في حين ظل الرستاق على نقاطه الـ12 في المركز الثاني. وعلى ملعب نادي الطليعة تفوق الطليعة على الكامل والوافي بـ2 لهدف، ونجح بوشر من الخروج بانتصار خارج ملعبه على حساب أهل سداب بـ2 لهدف. افتتحت يوم أمس بطولة العالم النسائية لقوارب الليزر راديال 2015، وأقيم حفل الافتتاح في المدينة الرياضية بولاية المصنعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. افتتحت بطولة العالم النسائية لقوارب الليزر راديال 2015، وبدأت السباقات صباح اليوم الجمعة وتستمر لمدة 6 أيام، منها 3 أيام متواصلة، ثم تأخذ البحارات يوم راحة في 23 من نوفمبر، ثم تعاود السباقات لمدة 3 أيام أخرى حتى يوم الختام وإعلان الفائزين في 26 من نوفمبر. وأقيم حفل الافتتاح في المدينة الرياضية بولاية المصنعة تحت رعاية الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتشارك في البطولة 100 من أفضل البحارات العالميات في فئة قوارب الليزر راديال، وأبرزهن الصينية ليجيا زو الحائزة على الميدالية الأولمبية السابقة، والليتوانية جينتاري شيديت التي فازت بالمركز الأول في السباقات التجريبية في البرازيل أغسطس الماضي. الجدير بالذكر أن هذه البطولة تعد آخر محطة تأهيلية للأولمبياد المرتقبة في البرازيل العام المقبل، وقد ضمنت بعض البحارات المشاركات مقاعدهن الأولمبية، أما الأخريات فيطمحن إلى السير على خطاهن وتكريس كل طاقتهن في هذه الفرصة الأخيرة للظفر بمقعد لتمثيل بلادهن في الأولمبياد. انطلقت اليوم بطولة السلطنة 4 لمراكز تدريب السباحة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والذي ينظمها الاتحاد العماني للسباحة، حيث تنطلق السباقات على فترتين صباحية تبدأ في الساعة 9 صباحا ومسائية، وتنطلق في الساعة 3 مساء. وفي إطار متصل سيقيم الاتحاد العماني للسباحة حلقة عمل مشتركة تجمع جميع الأطراف برعاية رئيس الاتحاد يوم الأحد القادم لمناقشة واقع العمل في هذه المراكز وكيفية تطويره والتحديات القائمة وأهمها جاهزية البنية الأساسية والمنشآت ومدى ملائمتها مع الاحتياجات الفنية ومتطلبات السباحين.
يبدأ يوم غد الوفود المشاركة في بطولة مجلس التعاون الرابعة للهجن والتي ستقام بميدان سباقات الهجن بالفليج بولاية بركة يومي 25 و26 من نوفمبر الجاري الوصول إلى أرض السلطنة ولمدة يومين، حيث ستكون اللجنة المسؤولة لدخول الهجن المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة في السلطنة في منفذ وادي الجزي يومي السبت والأحد لتسهيل مهنة دخول جميع الهجن القادمة من دول مجلس التعاون وهي الإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين. وسوف يكون يوم الاثنين المقبل عملية التسجيل والتشبيه والتسنين من الساعة 7 إلى 10 صباحا في ميدان الفليج بولاية بركة، حيث خصص 52 عزبة للمشاركين مزودة بكافة الخدمات الضرورية. لقيادة ضيح بن محمد بن سعيد الوهيبي قادت المركز الثاني، أيضا موقع يسمح لها باصطفاف المركز الأول عندما يقرب منها المضمر والمتابع. ما شاء الله هذه الشايبة في المركز الثالث للهجانة السلطانية مع المضمر الغفيد والصغير المالكي، تقدمت الشاهينية واختطفت المركز الثالث للهجانة. مشاهدينا وإلى الأخبار العالمية والبداية مع أبرز وأهم العناوين. يوهان كرويف يتحدى المرض ويعلن أنه سيكون حاضرا في كلاسيكو الكرة الأسبانية. باريس وبرغم كل شيء تقاتل على حظوظها لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2024. وصراع بين جوكوفيتش وفيدرير ضمن منافسات البطولة الختامية لموسم رابطة محترفي التنس. تحدث المدرب يورجن كلوب عن مباراة فريقه المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز وعن العودة المرتقبة للمهاجم الإنجليزي دانيال ستوريج دون أي تأكيدات بمشاركته في المباراة. تسألونني عن جاهزية دانيال ستوريج؟ نعم، إنه جاهز بعد فترة الابتعاد الطويلة. لقد تدرب معنا، بالطبع ليس جاهزا بنسبة 100%، وعلينا الآن أن ننتظر ونرى. لا أدري ماذا سوف أفعل عندما أختار الفريق، سوف أفكر في الأمر. إنه ذو مستوى عال ومتميز ولا يتوجب علينا أن نثبت ذلك، ولكن كل لاعب يحتاج أن يتدرب، وأعتقد أنه قد تدرب بالكامل المرة الثالثة فقط مع الفريق بعد غياب 4 أسابيع ونصف. ولكن بالنسبة لمهاجم فإن 5 دقائق فقط كافية، لذا علينا أن نرى. سوف أقرر قبل المباراة، سوف أبدأ في التفكير في الموضوع عقب هذا المؤتمر الصحفي. عقد مدرب نادي أستون فيلا الفرنسي ريمي غاردي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن المباراة أمام إيفرتون، كما تطرق للهجمات الأرهابية التي شهدتها عاصمة بلاده باريس يوم الجمعة الماضي. الاحترام الذي أظهره الشعب الإنجليزي لفرنسا لا يصدق. أنا واثق من أننا سوف نفعل الشيء نفسه، ولكن الزمن كان ضيقا للغاية لتنظيم كافة هذه الإجراءات. أن يغني الجميع النشيد الوطني الفرنسي ذلك شيء كنا نحتاجه. نحتاج لكي نكون معا وأن نقاتل معا من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، ومن أجل كافة البشر الذين يرغبون في العيش بسلام على هذه الأرض، على هذا الكون. أود أن أقول أن ويمبلي كانت بالنسبة لي ولكل الشعب الفرنسي كان شيئا عظيما حقا، كنا نحتاج لذلك. بالنسبة للمباراة أمام إيفرتون، شاهدت مباراتين لإيفرتون. أنا أعرف تماما الفريق الذي سوف نواجهه. الفريق الذي يعمل معي بذل جهدا في مشاهدة مباريات إيفرتون. سوف أقوم بالمهمة بالشكل المطلوب. أنا أعرف إيفرتون بشكل جيد.
وقبل انطلاق كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، تحدث أندريس أنيستا قائد فريق برشلونة عن مباراة الكلاسيكو وعن أهمية المباراة بالنسبة له كقائد للفريق وعن إمكانية مشاركة ليونيل ميسي في المباراة. بالنسبة لميسي لم أشاهده يتدرب كثيرا، لكن الأخبار جيدة جدا، إنه بدأ يتدرب معنا وردة فعله جيدة، وبعد تمارين اليوم والغد سنعرف معلومات أكثر. أتمنى مشاركته في الكلاسيكو، إنه لاعب مهم لنا وسنشاهد إذا كان يستطيع اللعب. سندخل اللقاء بالطريقة الصحيحة، إنها مباراة صعبة أمام المنافس التقليدي. نحن نتقدم عن الخصم بثلاث نقاط، لكن هذا لن يكون عاملا من أجل الاسترخاء. سنحاول أن نلعب مباراة كبيرة والفوز باللقاء. إنها أول مباراة كلاسيكو لي كقائد، وسأتعامل مع اللقاء مثل المباريات الأخرى، لأنها مباراتي الأولى، ستكون مهمة جدا لمسيرتي. تحدث لاعب ومدرب فريق أولمبيك ليون للإعلام قبل لقاء الفريق بالدور الفرنسي أمام فريق نيز في أجواء يحيطها نوع من الحذر بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة باريس، حيث يحتل فريق ليون حاليا المركز الثاني في الترتيب العام للدور الفرنسي لكرة القدم بفارق 10 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان. لكن فريق ليون بقيادة المدرب هوبرد فورنر يدخل لقاء اليوم أمام نيس بثقة كبيرة بعد فوزه بلقاء الديربي على سان أتيان ب3 أهداف للا شيء في آخر مباراة للفريق بالدوري. وبسبب الأعمال الإرهابية الجمعة الماضي في باريس، لن يسمح لجماهير ليون بالسفر لمتابعة لقاء نيس. شارك أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف في مؤتمر صحفي بمدينة برشلونة الإسبانية كجزء من البرنامج التعليمي لمؤسسته وجامعة أوتنوموز ببرشلونة، وتحدث عن حالته المرضية وإصابته بالسرطان، وذكر بأنه رغم كل شيء يشعر بالقوة وأنه سيتابع مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة. أنا مريض بالسرطان، هذه حقيقة، وأنا انتهيت من العلاج، وهناك أشياء كثيرة استغربت منها كثيرا. أنا دائما أقول التفكير الإيجابي والكلمات أمر جيد، وأنا أريد أن أقول الآن أن الكثير من الناس حول العالم أرسلوا لي تمنياتهم بالتحسن، وأنا أستطيع أن أقول أن جسدي الآن أقوى بمرتين من السابق. الرسائل التي وصلتني من جميع أنحاء العالم كانت إيجابية وقوية. أنا توقعت أنها فقط كلمات، لكن الطاقة التي حصلت عليها في جسدي الذي أصبح الآن أقوى مرتين من السابق. تسألونني عن الكلاسيكو، من دون شك أنا دائما أفكر بكرة القدم لأنها حياتي. أنا دائما أعتقد أن التخمين بالنتائج لا تنفع، أنا فقط سأتابع اللقاء وأستمتع بالمشاهدة. وتغلب دلهي ديناموز على ضيف اف سي بونا ب3 أهداف لهدف واحد، وذلك ضمن منافسات دوري الهند الممتاز لكرة القدم. فبعد 35 دقيقة خالية من الأهداف، تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه عادل نبيل الذي استغل تباطؤ الدفاع في تشتيت الكرة بعد ركلة ركنية ليحرز الهدف الأول. وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول أضاف أنس إيدافيوديكا الهدف الثاني لدلهي ديناموز. دلهي حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من داخل المنطقة. جون أرنريسي تصدى لركلة الجزاء بنجاح ليعزز من تقدم دلهي، وفي الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع أحرز أدريان موتو من ركلة حرة، انتهى عليها اللقاء بفوز دلهي ديناموز ب3 أهداف لهدف واحد. حصل
واصل مسؤولو ملف ترشيح مدينة باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2024 رسائل النوايا الحسنة من منافسيهم، وذلك أثناء اجتماعهم مع اللجنة الأولمبية الدولية. أيام صعبة تعيشها العاصمة الفرنسية باريس بعد الهجمات الإرهابية التي أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء في أمسية الجمعة الفائت والتي حركت العالم بأسره، إلا أن الأمر لم يجعل باريس ترمي المنديل بعد أن وصل مسؤولي ملف ترشح مدينة باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية في العام 2024 رسائل النوايا الحسنة من منافسيهم أثناء اجتماعهم مع اللجنة الأولمبية الدولية، حيث قال رئيس ملف ترشح مدينة باريس توني إستانغويت أن الرسائل جلبت لهم المسؤولية والتحدي. وأضاف إستانغويت وقال إننا أكثر تصميما من أي وقت مضى. إستانغويت الفائز 3 مرات في الألعاب الأولمبية بمسابقة الكانو قال أن المنافسين كانوا لطفاء جدا بإظهار نوع من التضامن. وتتنافس على استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 مدن بودابست الهنغارية وهامبورغ الألمانية ولوس أنجلوس الأمريكية وروما الإيطالية. ويقوم مسؤولو المدن المتنافسة هذا الأسبوع بورشة عمل في المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية، وسيتم الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة ألعاب 2024 في شهر سبتمبر من العام 2017. أجرت الشرطة البرازيلية تدريبات صورية قبل ألعاب ريو الأولمبية الصيفية 2016، مع أن البرازيل كانت تعاني من أعمال إرهابية بسيطة جدا ومخاوف من التفجيرات. أجرت الحكومة تدريبات لرجال الشرطة استعدادا للحدث الكبير، وتواجد عدد من رجال الشرطة الفرنسيين في مدينة ريو لمساعدة تدريب رجال مكافحة الشغب البرازيليين وتعليمهم على طرق تستخدم للتحكم بالاحتجاجات العنيفة. رجال مكافحة الشغب لن يكونوا مختصين بالرد في حالة الأعمال الإرهابية، لكن بسبب الأعمال الإرهابية الأخيرة في باريس أصبحوا في حالة تأهب للمساهمة في أعمال الوقاية من الإرهاب. يذكر أن الشرطة الفرنسية ساعدت في تدريب رجال الشرطة في البرازيل خلال نهائيات كأس العالم 2014. وإلى أخبار التنس، حيث تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش للدور النصف النهائي لآخر بطولات محترفي التنس، وذلك بعد تغلبه على التشيكي توماس بيرديتش، كما تغلب السويسري روجر فيدرر على الياباني كيني شيكوري في صراع محتدم بين كبار الكرة الصفراء. تواصلت الإثارة والقوة والمنافسة بالبطولة الختامية لموسم رابطة محترفي التنس المقامة في العاصمة البريطانية لندن بين كبار الكرة الصفراء الباحثين عن منصات التتويج والتقدم في التصنيف الدولي للاعبي التنس. المايسترو السويسري روجر فيدرر تغلب على الياباني كي نيشيكوري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و6-4 و6-4 في مباراة مطولة استمرت لساعتين وعشر دقائق. الفوز هو الثالث على التوالي للمصنف العالمي الأول السابق في منافسات المجموعات، حيث كان قد تغلب على كل من التشيكي توماس بيرديتش والصربي نوفاك جوكوفيتش. من جانبه المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش تأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على التشيكي توماس بيرديتش بمجموعتين للا شيء بواقع 6-3 و7-5. يذكر أن جوكوفيتش قد هزم بيرديتش 5 مرات من قبل في آخر 6 سنوات في آخر بطولات محترفي التنس. وفي عالم كرة السلة، فقد تغلب فريق ميامي هيت على فريق ساكرامنتو ك 116 نقطة مقابل 109 نقاط، حيث حل فريق ساكرامنتو كينجز ضيفا على فريق ميامي هيت في قاعة أمريكان إيرلاينز أرينا. وفي منتصف الربع الأول سجل ماركو بيلينتي سلة تحتسب ب3 نقاط
ثلاثية ساعدت فريق سكرامنتو في التقدم ب17 نقطة مقابل 14، وأنهى فريق ميامي هيت الربع الثالث وهو يتقدم ب74 نقطة مقابل 66، وبعد سلة أحرزها حسان وايتسايد. وفي الربع الرابع حافظ فريق ميامي هيت على الفارق البسيط وأنهى اللقاء لصالحه ب116 نقطة مقابل 109 نقاط. وتواصلت منافسات المرحلة الثالثة في سباق كليبرز للملاحة، حيث يعاني أسطول الزوارق المشاركة من الرياح القوية في المحيط الجنوبي قبالة السواحل الأسترالية، حيث بلغت سرعة الرياح 80 عقدة في تكرار لتجربة العام الماضي. فريق لماكس إكسينجنج يتصدر سباق الشوط الثالث متقدما على كل من ديري لندن وديري دوير بفارق 100 ميل، ويحتل كينغدا المركز الثالث. ويذكر أن نحو ثلث البحار المشاركين في سباق كليبر هم من النساء. إلى الخبر الأخير في هذه النشرة، حيث سجل كيفن كيسنر 7 ضربات تحت المعدل، أي باستخدامه 65 ضربة ساعدته في تصدر بطولة RSM الكلاسيكية. وبعد ختام الجولة الأولى يتصدر كيسنر الترتيب العام بفارق ضربة واحدة عن أقرب منافسيه، وتقاسم المركز الثاني بفارق ضربة واحدة عن كيسنر 6 من لاعبين بمجموع رصيد 6 ضربات تحت المعدل. المدافع عن اللقب روبرت ستريب سجل ضربتين تحت المعدل، أي باستخدامه 70 ضربة. من جانبه ستريب سجل 5 ضربات تحت المعدل، لكنه سجل ضربات فوق المعدل. بوكي تسببت في تراجعه بفارق 5 ضربات عن المتصدر. وفي الختام مشاهدينا، لم يتبقى إلا أن نذكركم بأبرز وأهم العناوين. في الأخبار المحلية، تابعتم إقالة المدرب بول غوين تثير الكثير من اللغط في الشارع الرياضي محليا. وافتتاح بطولة العالم النسائية لقوارب الليزر راديال 2015 بالمدينة الرياضية بولاية المصنعة. أما في الأخبار العالمية، باريس وبرغم كل شيء تقاتل على حظوظها لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2024. وصراع بين جوكوفيتش وفيدرر ضمن منافسات البطولة الختامية لموسم رابطة محترفي التنس.
بهذا مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية النشرة الرياضية لهذا اليوم، أشكر لكم على حسن وطيب المتابعة ودمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.